رشا، بأجواء الثقافة ولنحكي عن أهم المشاركات للناشرين السوريين في معارض الكتب. كثير من النشاطات بيقوموا فيها، دائما في جديد معهم ورغم كل الظروف يمكن اللي مرينا فيها، الإنتاج الثقافي مستمر عند الناشرين السوريين. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، الله يسلمك. بداية بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة. خبرنا كيف كان جولتكم وكيف كانت المشاركة ضمن معرضي الشارقة والكويت، شو جبت لنا؟ والله كل الهدايا والأشياء رفيعة، بس على فكرة بلدنا أحلى. والله بلدنا هي من حيث المبدأ ومن حيث الجمالية دائما بنحس فيها بروح تختلف عن كل البلاد. كل انك طلعت برات البلد فتره بسيطه، بحس صار الانسان بشوق، ويعني هذه الحميميه الموجوده في الازقه والشوارع السوريه، وحتى هذا النشاط الثقافي اللي بيصير بسوريا بصراحه هو اهم واحلى، وهو ديدن كلياتنا. وعلى فكره بدي اقول لكم على شغله، حتى اللي بيطلع برات سوريا إن كان للعمل أو بصير بعدين مغترب أو بصير حتى بيقلوا سنوات، يعشق العودة إلى سوريا لأنه هي فيها مكونات ثقافية ومكونات حضارية. صحيح. ونحن من هاي المكونات الثقافية وهي المكونات الحضارية يلي نحن بنطلع منها ومنسافر. هاي المكونات الثقافية طبعاً حملتوها للكويت والشارقة، خلينا نحكي عن هاي المكونات الثقافية، هي كيف كانت المشاركة؟ نحن بنشتغل عليها ومنقدم خلينا نقول رصيدنا الثقافي. صحيح. نحن دائما كناشرين سوريين نحن منعكس للشارع الثقافي يلي موجود، منعكس للأداء الثقافي الموجود بالبلد. نحن نظهر ما أنتجته الأيادي السورية المبدعة، عم بقصد إن كان بالرسم وإن كان بالتأليف وإن كان بالترجمة وإن كان حتى بالإعداد أو بالتحقيق. فالناشر السوري هو خليني أقول آلية الإظهار، مثل القنوات الإعلامية هو نوع من أنواع الإعلام يلي بيظهره. بالشارقة كنا تقريبا حوالي تقريبا 90 ناشر سوري ما بين وكالة وأصالة، وهذا يعتبر عدد كتير كبير بالنسبة. صحيح. للحضور الدولي يعني يعتبر عدد كتير كبير، وكانوا هدول الناشرين الموجودين لهم حضور ثقافي، لهم إقبال من القارئ الإماراتي. يعني أنا بدي أقول لكم على شغلة، نحن اليوم بتصور من الإمارات يمكن عنا 600,000 700,000 500,000، الرقم ما عندي له دقة، مقيم بالإمارات. يعني عنا عدد كبير. صحيح. سوري مقيم بالإمارات، وهدول هنن اللي على فكرة يلي عم يمثلونا عدد كبير من المثقفين السوريين بالشارع الإماراتي أو بالسوق الإماراتي، إن كان بالاقتصاد إن كان بالثقافة إن كان بالفن. بعض المذيعين والإعلاميين الموجودين كمان عم يشتغلوا بقنوات إعلامية إماراتي، هذا كله نحن اليوم وجودنا عم يعمل هذا الاندماج معهم كمان اللي هنيك. يعني نحن وقت منكون هنيك عم نحاول أن نعيد هؤلاء للتألق السوري، عم نحاول نعيدهم للكتاب السوري. زارونا عدد منهم كتير كبير بالإمارات، أضف إلى ذلك القارئ الإماراتي. القارئ الإماراتي يبحث بكل أمانة عن الكتاب السوري. يعني حتى دور النشر السورية صار إلى رواد من القراء الإماراتيين بشكل واسع، صار واضح أنه إلنا دور وإلنا بصمة. هاي البصمة ممكن تكون أحد أسبابها أنه نحن تطورنا، أحد أسبابها أنه أصبح الكاتب السوري له مكانة في المجتمع العربي، أحد أسبابها أنه الناشر السوري أبدع وأنتج كتاب جيد. فلذلك على فكرة هدول صاروا موجودين، صرنا نشوف محاضرات موجودة بالجانب الثقافي والنشاطات الثقافية اللي عم تكون على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب. معرض الشارقة الدولي للكتاب يعتبر من أنشط المعارض
يلي بتقيم هالنشاطات الثقافية، كان في كتاب التقينا بكتير من هون هنيك، التقيت أنا بالكاتب الجزائري الكبير وحكى لي عن سوريا واسين الأعرج. يعني أنت اليوم عم تشوفي هذا ال خليني أسمي لك إياه الحراك الثقافي يلي عم يطلع، اللي سميناه نحن مكون الثقافي اللي عم يطلع من سوريا، عم يطلع على الإمارات وعم يلاقي هذا الحضور الكتير كبير. كمان زارنا السيد وزير التربية اللي كانوا على هامش تحدي القراءة، كانوا متواجدين هني، زارنا وشاف هذا الإنتاج الكبير يلي بيخص كمان كتاب الطفل اللي عم ينتج واللي عم يكون له كمان حضور بالإمارات. فنحن هذا الكلام كلياته اليوم نحن عم نطوره وعم نقدمه بواقع. صرنا مثلا حتى صار لنا أنا بتصور رقم صعب، صرنا بسوق الإمارات، يعني مو بس بالمعارض، صرنا حتى بسوق الإمارات، صرنا يعني مو بس متواجدين ككتاب، متواجدين كثقافة، متواجدين نحن وكاتباتنا وكتابنا متواجدين بهذا الواقع الإماراتي الكتير مهم والكتير أنا فيني أعتبره جيد، بينعكس على الواقع السوري أكيد وبيعكس الواقع السوري الإيجابي. صحيح. طيب خلينا نحكي اليوم عن دعم القراءة وخاصة بعالم الطفولة، يعني اليوم قديه هذا الكتاب مهم، وشفنا تجربة شام قديه كان إلى تأثير على علينا كأمهات وعلى الأهل وعلى الوطن العربي بشكل كامل. هلأ شوفي اليوم شام فيني أعتبرها هي رمز من رموز المجتمع السوري يلي هي بتعطي الأمل وبتعطي الاندفاع، إن كان بالقراءة وإن كان بالعمل وإن كان بكل شيء. هي شام بالنسبة لأطفالنا لازم تكون هي بارقة أمل لإعادة القراءة، لنجعل القراءة ديداً كل الناس. أنا بتصور عودة القراءة بسوريا بدأت من حوالي تقريباً سنتين، بدأنا شوي نحس بأنه في إعادة، وشوي شوي كانت نتائج هذه العودة للقراءة هي الطفلة المبدعة شام يلي نحن بدنا نبارك لها باسمي وباسم الناشرين السوريين كلهم، يلي بصراحة أثبتت جدارة كتير عالية. وأنا كنت عم أقول دائما نحن سوريا هي أول مرة بنشارك بتحدي القراءة، وفورا كانت مشاركتنا هي حصلنا على المركز الأول. هذا بيعطي بأنه القراءة بسوريا ستعود. أنا بس بدي طالب الأهالي أنه نرجع بشكل كامل ومهم ل خليني أقول تعويد الأطفال على القراءة، وهذا بتصور دور كتير مهم للأسرة. الأسرة هي تقريباً الحامي الأول للطفولة. شفت شلون كان قديش كانت عم تحكي أمها لشام عن تجربتها. اليوم يعني نحن اليوم بدنا تكون طلابنا ويكون أهالينا عم تحاول تساعد بهذا، بدنا دعم بالنهاية. وممكن طبعا الدعم، وأنا بدي أكد على فكرة تانية غير الأهالي، يعني نحن اليوم ما ننسى دور الأهالي اللي هو بدي أقول بالدرجة الأولى. الدور الثاني المهم لوزارة التربية. وزارة التربية اشتغلت بشكل إيجابي في موضوع تحدي القراءة، وأفرزت هذا العمل اللي أنجزته وزارة التربية بتحدي القراءة، أنجزت فوز لشام. لكن أنا بدي أكثر من هيك، بدي نحن أن نعيد المكتبات المدرسية. المكتبات المدرسية لازم نعيد لها القلق. يعني ما بيصير اليوم مكتبة مدرسية في كل مدارسنا. أكيد إعادة تفعيل المكاتب بالمدارس هي جزئية كتير مهمة، نتمنى أنه تكون رسالتك وصلت. وقتنا خلص للأسف، دائما معك الوقت بيخلص بسرعة. الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين، نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق بجميع مشاريعكم القادمة. شكرا كتير لك. شكرا كتير لكم وللسادة المشاهدين، وإن شاء الله بترجع القراءة بصير بوابة أساسية من بوابات المعرفة والعلم، وبوابة أساسية للأطفال بكل